هذا كراس النشاطات في الرياضيات السنة الرابعة. ما معناه؟ معناه هناك كراس النشاطات للسنة الثالثة، وهناك دفتر الأنشطة للسنة الثانية، وهناك دفتر الأنشطة في الرياضيات للسنة الأولى. عندما تريد أن تبدأ بهذا الكتاب، يجب عليك أن تفهم 100% ما جاء في هذا الكتاب، وتفهم 100% ما جاء في هذا الكتاب، وتفهم 100% ما جاء في هذا الكتاب. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، كراس النشاطات في الرياضيات السنة الرابعة، مكتوبة 4 و أ و بي بالفرنسية، والمقصود كاتريام اني بريمير، كاتريام اني بريمير. هذا أستاذ الرياضيات، هذا الكوس، هذه المسطرة، يكتب في السبورة درس 500 ناقص 200 تساوي 300، 60 تقسيم 4 تساوي 15، هذه الناقص والتقسيم والزائد والفي، العمليات الأربعة، العمليات الأربعة. وهذا نشاطات في الهندسة. هؤلاء التلاميذ يجلسون في القسم السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وهذا رمز المطبعة، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. هذا رمز المطبعة، الديوان الوطني، مثل هذا الرمز، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. الصفحة الثانية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، كراس النشاطات في الرياضيات السنة الرابعة، هذا رقم 4، مقصود بها السنة الرابعة، السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. من ألفوا هذا الكتاب؟ من صنعوا هذا الكتاب؟ من ألفوه؟ هو هذا الأشخاص، وهذا رمز المطبعة، الفريق التقني، من ساهم، الأشخاص الذين صنعوا هذا الكتاب كما نراه الآن، الصور والرسومات. هذا رمز المطبعة، هذا رقم الكتاب، كتاب مدرسي معتمد من طرف وزارة التربية الوطنية الجزائرية. كلمات المؤلفين، كلمات المؤلفين، ماذا قالوا لنا الناس الذين ألفوا هذا الكتاب؟ عزيزي التلميذ، هذا دفتر أنشطة الرياضيات المرافق لكتابك. ماذا يقصد هنا؟ هذا الكتاب كتاب الدروس، وهذا الكتاب كتاب التمارين، هذا دروس وهذا تمارين. هذا الكتاب مرافق لهذا الكتاب، وهذا الكتاب صديق هذا الكتاب مع بعضهما البعض. هنا تفهم الدروس، وهنا تنجز التمارين لتتأكد من فهمك للدروس، هذا المقصود. المرافق لكتابك، من يقصد بكتابك؟ هو هذا الكتاب. يعطيك فرصا جديدة لتطبيق ما تعلمته في وضعيات وتمارين ذات سياقات متنوعة في ميادين الرياضيات، الأعداد والحساب، الفضاء والهندسة، المقادير والقياس، وتنظيم معطيات. هذا الكلام رأينا مثله في السنة الثالثة، السنة الثالثة رأينا مثله. الفضاء والهندسة، المقادير والقياسات، نفس المقدمة هنا، نفس المقدمة، رأينا هذا في السنة الثالثة، رأيت هذا في السنة الثالثة، الأعداد والحساب، الأعداد، مقارنة كتل، محور تناظر شكل، الاستقامية، الهندسة هذه، وهذه كذلك هندسة فضائية، المجسمات، وحل المشكلات، رأيت مثل هذا في السنة الثالثة.
يشتمل هذا الدفتر على 78 بطاقة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ 78 بطاقة ما معناها؟ البطاقة الأولى فيها أتمرن وأبحث، البطاقة 16 فيها أتمرن وأبحث، البطاقة 36 فيها أتمرن وأبحث، البطاقة 44 فيها أتمرن وأبحث، البطاقة 49 فيها أتمرن وأبحث. كل البطاقات فيها أتمرن وأبحث، كل البطاقات توجد 78 بطاقة. آخر بطاقة هي هذه 78 صفحة 83 فيها أتمرن وأبحث، وهذه ليست بطاقة، البطاقة هي هذه مكتوب فيها أتمرن وأبحث، هذه تسمى بطاقة. كيف نسمي هذه الصفحة؟ نسميها بطاقة. ما هو رقمها؟ رقمها 62. ماذا موجود فيها؟ أتمرن وأبحث، هذا المقصود في الكلام. ثمانية وسبعون بطاقة مرتبطة ببطاقات تحمل نفس العنوان في كتاب الرياضيات. لو نبحث هنا في كتاب الرياضيات، نبحث مثلا، نبحث في كتاب الدروس، كتاب الدروس مثلا، مثلا عشوائيا نختار عشوائيا البطاقة هذه 40. البطاقة 40 ما هو عنوانها؟ القسمة رقم 3. نذهب لكراس النشاطات ونبحث عن البطاقة 40 ونلاحظ ماذا موجود فيها. بطاقة 30، البطاقة 40 القسمة 3، البطاقة 40 القسمة 3. هذه البطاقات أتمرن وأبحث فيها عناوين، نفس العناوين الموجودة في الكتاب نفسها. نجرب تجربة أخرى أخيرة، مثلا مثلا هنا البطاقة 68 في الكتاب المدرسي، ما هو عنوانها؟ عنوانها المجسمات الدرس الثالث. نبحث عن البطاقة 68 في الكتاب، 68 نبحث عنها. ثمانية وستون المجسمات الدرس الثالث، 68 المجسمات الدرس الثالث. عناوين البطاقات هنا هي نفسها عناوين البطاقات في الكتاب. عناوين البطاقات هنا نفسها عناوين البطاقات هنا، هذا المقصود. تتكون كل بطاقة من محطتين، قلنا تحمل نفس العنوان في كتاب الرياضيات، وتتكون كل بطاقة من محطتين أتمرن وأبحث. أتمرن تتضمن تمارين ووضعيات تتعلق بالدرس، وأبحث وتتضمن وضعية ذات دلالة قريبة من الواقع تتيح لك فرصا للبحث وتجنيد المعارف وتجنيد الموارد. الآن مقصود هنا الرياضيات التطبيقية، علاقة الرياضيات بالواقع. هل الرياضيات عندها علاقة بالواقع؟ الجواب هو نعم. والدليل، الدليل هو هذه الجزء، هذا جزء أبحث الخاص بأبحث. إذن هذه ماتيماتيك أبليكي، رياضيات تطبيقية، ماتيماتيك أبليكي، نطبق الرياضيات في الواقع. وهذا فهرس تفهمه في أوانه، في أوانه نفهم هذا الفهرس.